أسهل التحديات والإثارة في هذا الصباح على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للبكار الثنايا من مسافة 6 كيلو مترات. وجائزة هذا الشوط سيارة ستيشن جي اكس. وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وننطلق مع هذه الأسماء الباحثة عن الناموس. ننطلق مع الصدارة وأول المراكز هنا المنطلقة أخيرة. محمد بن علي بن حمد بوصلعة على أول المراكز. ثاني المراكز وصلت هنا وانطلقت القارية بشعار راشد بن حمد بن راشد العوير المريزيق على ثاني الانطلاق. ثالث المراكز وصلت الحذرة ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. وفي رابع المراكز ورابع الانطلاق وصلت هنا شواهين مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي. وفي خامس المراكز وصلت الشاهينية محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود إلى خيرة خيرة على الصدارة على أول المراكز محمد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة على أول المراكز مع خيرة ثاني المراكز وثاني الانطلاقات. هناك مندفعة القارية راشد بن حمد بن بن عوير المريزيق على ثاني المراكز. ثالث المراكز وصلت هنا وانطلقت على ثالث المراكز الدوحة والحذرة تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري على ثالث المراكز. ورابع المراكز قادمة شواهين مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي على رابع المراكز. وخامس الانطلاق وخامس الاندفاع. هناك القادمة والمندفعة على خامس المراكز وصلت زاهية ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. الجيكس في الانتظار عند خط النهاية مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ونعود إلى الصدارة إلى أول المراكز. هناك منطلقة أخيرة محمد بن علي بن محمد بوصلعة على أول المراكز وعلى الصدارة. ثاني المراكز الغارية راشد بن حمد بن راشد آل عوير المريزيق هنا على ثاني المراكز منطلق هنا مع القارية. ثالث المراكز وصلت هنا الحذرة رحيب بن حمد بن رحيب بن نايف الهاجري على ثالث المراكز. ومنطلق هنا مع الحذرة والحذاري من الحذرة وحذاري من هذا الشعار. الله الله شعار بن نايفة على ثالث المراكز. رابع المراكز شواهين مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي. وهنا قادمة الشاهينية محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل. وبدأت الأسماء بالتقدم والظهور. الله 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 خامس المراكز خامس المراكز خامس المراكز. هنا اعتبار محسن بن علي بن مبارك الفراج هنا على خامس المراكز. أول ندى لاعتبار وعود إلى الصدارة إلى أول المراكز. خيرة خيرة وعود مع أبو صلعة على الصدارة على أول المراكز. هنا محمد بن علي بن حمد بن محمد أبو صلعة على أول المراكز. ثاني المراكز وثاني الانطلاق الغارية راشد بن حمد بن راشد المريزيق. وفي ثالث المراكز وصلت الحذرة ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على ثالث المراكز. رابع المراكز الشاهينية محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل. واعتبار من الجانب الآخر محسن بن علي بن مبارك الفراج على خامس المراكز. لكن أعود إلى الصدارة بدأنا بالانعطاف وهنا
هناك ابو صلعه، ابو صلعه مخيره محمد بن علي بن حمد بن محمد ابو صلعه على اول المراكز من بدايه الانطلاق حتى هذه اللحظات. لايحه الاثنين كيلومترات يا مضمرين، يا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هناك اخيره محمد بن علي بن حمد بن محمد ابو صلعه على الصداره ثاني المراكز. هناك الغاري راشد بن حمد بن راشد بن عوير المرزيق، وفي ثالث المراكز وصل اشعار الفراج اعتبار محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج على ثالث المراكز. رابع المراكز الشاهينية محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل، وفي رابع المراكز وصلت الشاهينية منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، اول نداء للشاهينية. الله الله الله. وقادم ايضا هنا نوف محمد بن علي بن سعيد آل بريص المري، ارى هنا شعار بن حلفان يتدخل الى خامس المراكز، ولكن اعود الى الصدارة. بو صلعة على هناك منطلق مع خيرة، وركز يا راعي خيرة محمد بن علي بن حمد بن محمد بو صلعة. الجكس في الانتظار، الجكس في الانتظار، ركز 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 يا راعي خيرة، التركيز مطلوب. هنا خيرة منطلقة من بداية الانطلاق. الله الله. 1200 هنا خيرة تستفتح ال 1200 منطلقة، منطلقة محمد بن علي بن محمد بو صلعة بن حلفان قادم، بن حلفان قادم، قادم مع نوف، وحذاري من نوف. المبدع قادم، المبدع قادم. هنا محمد بن علي بن سعيد آل بريص المري بن حلفان، بن حلفان قادم مع ثاني المراكز. ثالث المراكز شعار الفراج منطلق هناك مع اعتبار محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، وهنا الشاهينية محمد بن حمد بن جار الله بن جهويل وشعار العطية. 800 متر الأخيرة، خيرة 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 على الصدارة، على الصدارة، على أول المراكز. خيرة بشعار بو صلعة بن حلفان، بن حلفان المبدع، المبدع قادم، المبدع مع نوف محمد بن علي بن سعيد آل بريص الشاهينية، منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، وهنا محمد بن جار الله بن جهويل المري قادم مع الشاهينية. 500 متر الأخيرة ما تفصلنا عن الناموس وعن الجكس. المبدع 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 بن حلفان، بن حلفان، بن حلفان مع نوف، نوف محمد بن علي بن سعيد آل بريص الشاهينية. من الجانب الآخر منصور بن عبد الله العطية، العطية غير وانطلق العطية، الجكس هنا مع العطية ومع بن حلفان. اللحظات الأخيرة، العطية 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 مع الشاهينية، منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، وسلام العطية، سلام، أسعد الله صباحك، تهانينا والناموس لمالك الشاهينية منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، ويتسجل جي اكس باسم الشاهينية. تهانينا والناموس السيد منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. وفي ثاني المراكز، ثاني المراكز وصلت نوف محمد بن علي بن سعيد آل بريص المري، وفي ثالث المراكز وصلت هنا غزية بشعر عبد المحسن بن راشد بن محمد بن محسن أنديلة، وفي رابع المراكز وصلت الشاهينية محمد بن حمد بن جار الله بن جهوي المري، وفي خامس المراكز وصلت الدوحة سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة. الشاهينية من تتزع سيارتي هذا الشوط بشعار منصور بن عبد الله العطية، التوقيت الزمني 9:15 ثمانية أجزاء من الثانية. نهني منصور بن عبد الله العطية من قدم لنا الشاهينية. ثاني المراكز آتت هناك نوف لحظة وصولها إلى خط النهاية 9:17 سبعة أجزاء من الثانية، ونهني محمد بن علي بن سعيد آل بريص المري. ثالث المراكز وصلت هنا غزيل، توقيت الزمني 9:17 تسعة أجزاء من الثانية، ونهني مالك الغزية عبد المحسن بن راشد بن محمد بن محسن ديلة، فتهانينا والناموس للجميع.